عساه يحس الريبان ان الدنيا ما تسوى ويرجع الحق لهله قبل الله يموت مثل مرته. قصر حسك ريال، لا حد يسمعك. وين سمع؟ ما يهمني، ما قلت الا الصج وهذا حقي. خل عنك يا رجال، احنا بعزة وقت الطالب لا بحق ولا بباطل، يكفي الريبان مصيبته بمولده. وقته ولا مو وقته؟ انا ماني مبري ذمه ليوم الدين. كفى بالموت واعظا يا ابو حمد. أحسن الله عزاك مثواه الجنة.